هيد اند نيك كانسر. اول حاجه الاندمولوجي اوف هيد اند نيك كانسر، مرتب الكانسرز تنازلي من الاكثر شيوعا للاقل شيوعا، نلاقيها بتحتل المرتبه رقم 6. طبعا احنا عارفين المرتبه الاولى في النون سكين نون سكين كانسرز هو اللنج، لنج المرتبه الاولى لها نصيب الاسد فيه سواء معدلات الحدوث ومعدلات الوفيات. معدلات الوفيات من الكانسرز اللنج اكتر واحد رقم واحد. طبعا احنا بنتكلم هنا على البوست 6 ميل وفي ميل، تمام؟ يبقى دي المرتبه السادسه للهيد اند نيك كانسر. كومن اول الهيد اند نيك كانسر تحصل فوق سن ال 60، اقل من سن 60 ليس كومن. بعد 60 تبدا الدنيا ايه تفتح، تلاقي معدلات الحدوث دي. لذلك دايما توقعي المريض اللي انت هتشوفه قدامك عنده هيد اند نيك كانسر، معظم الحالات لو كل اللي شفت 1000 حاله هيد اند نيك كانسر هتلاقي 900 منهم فوق 60 سنه، وال100 الباقيين هم الاستثناء اللي هم اقل من 60 سنه، تمام؟ وطبعا الرجاله محظوظين، الرجاله عندهم هيد اند نيك كانسر اكتر، معدل حدوثهم 3 اضعاف او 4 اضعاف ال100. طبعا دي لسبب، لان الرجاله بيدخنوا اكتر من الفيميل. السموكينج في الرجاله اكتر من الفيميل بكتير، قليل قوي ما الست تدخن، لان طبعا زي ما احنا عارفين احنا مجتمعات شرقيه مثلا فبنعتبر التدخين عيب. ازاي واحده فيميل تدخن؟ هي تعمل كل اكتيفيتي زي الراجل بس تيجي عند التدخين تقول لا، بتاخدها من يمه دي اللي هو بنقول عليها سوشيال ستيجما، تمام؟ فبنقول 3 لواحد او 4 لواحد قد الايه الميل زي الفيميل. نيجي بقى للريسك فاكتورز اوف هيد اند كانسر. اول حاجه السيجريت عموما، ما قلناش السموكي عشان ما نظلمش نقول السموكينج. ليه بقى؟ لان هو بيقول لك اللي اي حاجه من المواد دي الانسان لو خدها باي طريقه من ضمن الطريقه الشوي، زي اليمنيين بيجيبوا حاجات كده بيبقى فيها نيكوتين على حاجه مش عارف اسمها ناتس ايه وبيجمعوها على بعض كده ويمضغوها، تمام؟ فدي بتعرضه للكافيتي الاولى، الكافيتي بتاعه للكانسر، يجي له كانسر في الطنج في الليب في الجنجايفا، تمام؟ فاحنا بنقول ايه سيجرت عموما، سواء سموكينج يشرب شيشه يمضغ ماده في ماده السيجرت، فيبقى ساعتها ايه عرضه للايه للكانسر. ده تحت طبعا نصيب الاسد من الهيد اند كانسر سيجرت، سيجرت ريليتد. بعديها الالكول انتيك، وزي ما قالوا بقى يعني ايه خمره وكاس، الخمره والكاس والسجاير، تلاقي ايده فيها السجاير والخمره. يا سلام بقى لو اللي بيعمل الاثنين مع بعض، فلو السيجرت هيعمل الكانسر بقش والالكول هيعمل بقش، اما يبقى بيعمل الاثنين مع بعض هيحصل له ثلاث قروش فرصه حدوث الكانسر، ثلاث قروش. فدي بنقول عليها سينرجيستيك ايه افكت، يعني مش اديتيف افكت، سينرجيستيك، بتنشيطوا بعض جامد قوي، تمام؟ بعد كده الكارسينوجينز المواد المسرطنه. فانا عندي في المواد المسرطنه اربع حاجات مشهوره. اول حاجه الراديشن، التعرض للاشعاع، يعني واحده في ميل اتعرضوا لريديو سيرابي، خدوا ريديو سيرابي لسبب الاسباب، كانت حاله الليمفوما وخدت ريديو سيرابي، او تعرضت لانفجار قنبله نوويه، تمام؟ او انفجار مفاعل نووي زي التشيرنوبل، فيبقى عرضه ليجي له هيد اند نيك كانسر. من ضمن الحاجات المواد الكارسينوجين المشهوره النيتروزامين. النيتروزامين بيبقى بسبب الاكشن بتاع البكتيريا على البريزيرفد فودز، على الامينو اسيدز، فبيتحول لامينز، تمام؟ وبعد ما تتحول لامينز بسبب اللي يبقى فيه نيتريت، النيتريت دي بتبقى موجوده اما في البريزيرفد فود وبيحطوه عشان تزود فرصه اللي ايه اللي يحصل بريزيرفيشن الفود ما يتلفش، فيتحولوا لماده اسمها نيتروزامين، الماده دي كارسينوجين. طبعا مشهور قوي كمان في الاستومك جاستريك كارسينوما، النيتروزامين بتزود. لذلك اليابانيين بيجي لهم الموضوع ده عالي، ان هم بيعملوا بريزرفيشن فود في السولت في الملح، زي ما احنا عندنا بنعمل هنا الفسيخ والرنجه والحاجات دي، بس طبعا هم بيعملوا السوشي بتاعهم بكميه بقى كونسنتريشن ملح كبير وبريزرفيشن تايم كبير اكتر مننا كمان، يعني ممكن يبريزرفوا البتاع ده بتاعهم 10 سنين واكتر. عندك النيكل، النيكل بيخش معدن طبعا وبيخش في تكوين سبائك، اشهرهم طبعا النيكل كروم اللي بتخش في تصنيع المكاوي، الجسم بتاع المكوى ده النيكل كروم سبيكه فريده من نوعها. عارفين فريده في ايه؟ جيده التوصيل للحراره، سيئه التوصيل للكهرباء، وده اللي بيخلينا ما نتكهربش لما نشتغل بالمكوى، لان المعدن ده فريد جيد جدا لتوصيل الحراره، لذلك تلاقي الصفيحه بتاعه المكوى سخنه بشكل رهيب رهيب لانها جيده التوصيل للحراره، في نفس الوقت سيئه التوصيل للايه للكهرباء، تمام؟ فيبقى كده انا حميت الايه الانسان بتاعي بدل ما احط خزف والقصص دي. وبتستعملوه في معامل السباكه،
في حاجات كتير من حاجات السباكه اللي هي الحنفيات والحاجات دي بتبقى المعدن الاساسي فيها هو النيكل، بتتصنع من النيكل او بتبقى معدن تاني وينكلوها يحطوا لها لير للنيكل، فالنيكل ده نفسه كارسينوجين. تمام؟ طبعا مش لينا احنا، مشكله النيكل مش لينا، مشكلته في المصنع على العامل اللي بيعمل اللي بيمنوليت النيكل وهو منصهر. دخان النيكل. لانه هيخش ازاي؟ النيكل معدن وهيفي ميتال، فصعب اللي هو يوصل لك، مش هي حنفيه الميه دي مش ان انا هفتحها هيقوم النيكل جاي. لا، فهو الفيبر بتاع النيكل اثناء عمليه التصنيع. تمام؟ اخر حاجه الوود داست اللي هو الخشب. وانهي خشب؟ الغبار بتاع الخشب، ده بيبقى في عمليه تصنيع الخشب. يعني هما بيروحوا يقطعوا الشجر من الغابات، فبيروح المصنع، فبيبدا المصنع يعمل يشيل الطبقه الخارجيه، القشره الخارجيه من الخشب، فبيطلع بقى غبار وعمليه النشر وتحويله لالواح خشب وابلكاش والقصص دي. او النجار نفسه وهو فرشته، بس دي اقل، لان النجار بيستعمل الفاره والحاجات الادوات اللي بيستعملها دي ما بتطلعش فيبر رفيع قوي من الوود. اللي بيطلع فيبر رفيع قوي من الوود هو استعمال المناشير اللي ليها فلوستي عاليه وسرعه عاليه وبتشتغل على كتل خشبيه كبيره فبتطلع فيبر، فالفيبر يستنشقه العامل فيحصل له ماكسيلري كانسر. تمام؟ عندي الهيستوري اوف هيد اند نيك كانسر، اللي يحصل سرطان في هيد اند نيك بسبب ان المريض ده كان عنده سرطان هيد اند نيك، يعني واحد جاله سرطان في مكان وجاله سرطان. في حاجات كده مشهوره، تلاقي المريض مثلا عنده رينجر كانسر وبعد كده يجي له لانج كانسر، ليب كانسر او اولى الكافيتي كانسر وبعد كده يجي له رينجر كانسر. طب ليه القصه؟ هو سموكر. فالنيكوتين والمواد المسرطنه اللي موجوده في السيجاريت راحت الاولى الكافيتي فعمل، وهتروح لحد اللينكس فتعمل، بس مش في نفس الوقت. ليه تنسيبيلود مختلفه؟ انا ما بتعرض للكارسوجين النهارده مش هيحصل لي كانسر النهارده. هاخد لازم اخد اكسبوجر دوز معينه وادني منتين البتاع ده. دايما لما نتعرض لماده مسرطنه ما بيحصلش، لان من رحمه ربنا الكارسينوجينستي زي ما انتم درستوا 3 او 4 فيزز. بتبتدي الاول بانيشيشن. جاست اللي بدا يحصل انيشيشن، بدا يحصل تشينج معين كروموزومال تشينج اند جينيتيك تشينج، هيبقى هخش في مرحله بعدها اسمها بروموشن، بعد كده هخش في المرحله الاخرانيه اللي هي الايه؟ اللي هي هيبقى ريفرسبل تماما، خلاص بقى هيحصل ديسبليزيا والديسبليزيا تكمل ويحصل كارسينوم. تمام؟ فبتبقى مرتبطه دايما باستمرار التعرض للماده المسرطنه. لان لو انا شلت الماده المسرطنه ممكن الخلايا ترجع لايه؟ في مرحله من المراحل ترجع تاني نورمال وما يحصلش مشكله. فمن ضمنها واحد سيجرت سموكر فهيجي له ليب كانسر او جنجايفر كانسر او تانج كانسر، بعد شويه كده سنه 2 3 10 بعديها الاقي هوب جاله رينجر كانسر. يبقى ربنا شفاك الحمد لله من الاورال كافيتي وجاله ايه؟ رينجر. وبالذات بقى طبعا لو المحترم ده انا عالجته من الاورال كافيتي وقلت له بطل تدخين وما بطلش تدخين. تمام؟ المفروض لما يبطل تدخين يبدا كل حاجه تتسيتل تاني. رحمه ربنا للبشر اللي هو خالق جسم الانسان عمليه الريبير عموما. دي معجزه من معجزات ربنا اللي كل حاجه بسم الله بيحصل لها ريبير لحد ايج معين اللي بعدها بيبدا الايجنج. بعد كده اللي بيتكسر ما بيتصلحش. ودي بسبب اللي بيحصل ايجنج. تمام؟ عندي تو فيروسز، بشتاين بار فيروس. بشتاين بار فيروس ده مرتبط بحدوث النيزوفرينجال كارسينوما. معدلات حدوث النيزوفرينجال كارسينوما في اللي عندهم بشتاين بار فيروس عاليه جدا. طبعا منطقه جنوب شرق اسيا دي، الصين وهونج كونج وسنغافور، المنطقه دي موبوءه بالنيزوفرينجال كارسينوما، بنقول عليها انديميك نيزوفرينجال كارسينوما. بسبب مين؟ الباشا بشتاين بار فيروس. الريت بتاع بشتاين بار فيروس عندهم انفكشن عالي جدا جدا جدا. اخر نوع اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس، الهيومن بابيلوما فيروس ده مرتبط بالاوروفارينجال كانسر. الهيومن بابيلوما فيروس. طب ايه الهيستوباثولوجي او الباثولوجيكال تايب والسايتس اللي يحصل فيها كانسرز والفريكونسيز؟ اكتر واحد واكثر شيوعا 90% من الكانسرز بتحصل في الهيد نيك بتبقى سكويموس سيل كارسينوما. طبعا عارفاها بيبقى السيلز سبندل شيب وفي كراتين. تمام؟ فبنقول عليها سكويموس سيل كارسينوما، دي الموست كومن. بعديها بيجي انواع ثانيه اللي هي الاذرز اللي سكومن اللي هم بيمثلوا 10%. على راسهم الانابلاستيك، دي مشهوره في النيزوفرينجال كارسينوما تبقى انابلاستيك. الميوكوبيدرمويد مشهوره تحصل في السليفري جلاند زي الباروتيد جلاند. الميوكو الادينويد سيستيك مشهوره برضو تحصل في السليفري جلاند زي الباروتيد او السب مانديبولار جلاند. عندي بعد كده في احنا دلوقتي بتكلم على لايننج الميكوزا لايننج اللي هيدا النيك كانسر، معناها الكانسرز اللي بتحصل في الميكوزا لايننج سواء بتاع الابر ريسبيراتري تراكت وبتاعه الابر جي اي تي تراكت اللي هم مين؟ النوز والبارانيزال ساينس والنيزوفارنكس
والاوروفارنكس والهايبوفارنكس والاورال كافيتي واللارنكس تمام والساليفري جلاند اللي هي تعتبر ابنديسز يعني اضافيه اضافات. دي على الاقل دي انواع الهيد اند نيك كانسر فكلها ميكوزا. الميكوزا ما تبقاش عباره عن ابيثيليوم بس، بيبقى فيه تحت كونكتيف تيشو، فوارد الكونكتيف تيشو ده يطلع منه ساركوما، وارد يطلع منه ليمفوما لان في 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 ميون سيلز تمام، تي سايتس تي ليمفوسايتس وبي ليمفوسايتس، في بلازما سيلز اللي هي الماتيور فورم بتاعت البي ليمفوسايتس يطلع منها بلازما سيتوما. طبعا في ميلانين، في ميلانين برودكشن لان الميكوزا واخده لون، جزء من اللون بتاعها بسبب البلاد فيزلز اللي تحتيها بيديها لون ايه ريدش شويه. وفي برضه ميلانين بيجمنتيشن بتبقى بسبب منه سايت، هو يطلع ميلانو ميلانوما بنقول عليها ميكوزا الميلانوما، لان الميلانوما بتحصل في السكين بنقول عليها كوتينيوس ميلانوما. تمام كده؟ يبقى دي انواع الباثولوجي اللي ممكن تحصل فين؟ في الهيد اند نيك كانسر. طب ايه السايتس بقى؟ نصيب الاسد 40% من كل الكانسر اللي بتحصل في الهيد اند نيك بتحصل في الاورال كافيتي. 40% يعني تقريبا داخلين على النص. الباقيين بقى اللارنكس 30% يبقى كده بقينا 70%. فاضل لي 25% في الفارنكس اللي هو النيزوفارنكس والاوروفارنكس والهايبوفارنكس، دول 25 يبقى كده بقينا 95%. ال 5% الباقيين موزعين بقى على بقيه السايت، البارانيزال ساينس السليفري بقيت بقى السايتس كلها يحصل فيها الايه؟ ال 5% الباقيين. يبقى كده احنا قلنا الايه؟ الباثولوجي بتاع الهيد اند نيك كانسر. كويس كده؟ شفتوا الكلام سهل ازاي ولذيذ؟ مفيش مشكله خالص موس. ايه بقى المانيفستيشن او برزنتيشن اللي يجي بيها مريض هيد اند نيك كانسر؟ اللي انتم شايفينه ده هو مجموع السيمبتوم والساينز اللي ممكن تحصل في المريض بتاع الهيد اند نيك كانسر، لان انا عندي كذا نوع، انا لما جيت عديت حوالي سبع انواع او ثمان انواع من الهيد اند نيك كانسر، فكل نوع منهم بيعمل مانيفستيشن مختلفه. يعني اللارنكس يعمل مانيفستيشن، النيزوفارنكس يعمل مانيفستيشن، الباروتيد جلاند او السليفري جلاند تعمل مانيفستيشن، مجموعهم هو ده بقى. على راسهم اول حاجه خالص وجود كلكيا ماس وكون بيلس، دايما الكانسر بيعمل بيلس ماس بس مش لازمه بنسبه 100%، وارد اللي يبقى فيه كانسر ويعمل بينفول ماس ويبقى البنلي سبب في انفلتريشن للنيرف او في سوبر امبوزد انفلاميشن او انفكشن او في كومبريشن ستراكشر فيعمل بيه ماشي. بس معظم الكانسر بيعمل بينلس ماس، والعكس بالعكس معظم الانفلاماتوري ليجن بتبقى ايه بينفول ما عدا اكسبشن، في بعض الحاجات معينه في الانفلاماتوري ليجن تبقى بينلس تمام. الحاجه الثانيه زي النون هيلينج السر قرحه، دي مشهوره دايما في الاورال كافيتي كانسر، اللي يبقى المريض بادئ بايه بقرحه، عنده قرحه جرب معاها كل الادويه جاب لها مش عارف ايه وحط لها ايه وكذا ومش راضيه تستجيب خالص، ما بيحصلهاش هيل، ده المفروض الرايز سسبكتد على طول دي كانسر. دي من ضمن الحاجات، انت هيجي لك واحد يقول لك يا دكتور قريبك او معرفتك او جارك يا دكتور عندي القرحه دي، فتقوم قايله له خد مش عارف ايه حطها كذا، اخرك معاه المفروض ما يزيدش عن شهر، بعد شهر ما حصلش هيلينج تقول له لا روح خد بايوبسي معايا. يبقى انت تعودي دايما لما تلاقي مانيفستيشن معين وتدي علاج وما يستجبش ابداي فكري في الحاجات التانيه، ما تقولوش من اول لحظه انت كانسر ماشي. افترض الاول الا لو كان عندك الباثوجنومونيك فيتشر اوف كانسر، انا بتكلم عن الحاجات اللي هي ايه مش واضحه قوي، جاي بقرحه صغيره قوي كده وبعدين القرحه لسه طالعه له بقى لها فتره ما قالكيش القرحه دي بقى لها عندي ثلاث سنين وخدت لها علاج، لو قال الكلمه دي خلاص انا مش محتاج حاجه مش محتاج استنى. بس فضل جاي يقول لك القرحه دي طالعه بقى ثلاث ايام، تقول له اول كلمه تقوم خبطها في وشه ده يقول لك كافيتي كانسر. الكلام سعد برضه يعني لازم نختار الفاظنا، وسيء جدا الخبرين سيئين. لو انت قلت المريض عنده ورم وانت قلت له ما عندكش ورم يبقى انت غلطت في حقه، لانه كده هتسيب فرصه للورم يكبر ويبقى يعمل مصيبه سوء. والعكس لو المريض ما عندوش وانت قلت له ما انت كده بوظت السايكولوجيكال كونديشن بتاعته، لانه هيدانه موهوب انت وهمتيه، فالافضل ان انت تختار كلامك بعنايه وتخليك دقيقه وخدي وقتك، ما حدش بيستعجلك، ما حدش بيضربك على ايدك ان انت تقولي حاجه قبل وقتك. قولي له خد العلاج الفلاني الاول واستمر عليه وتعالى بعد كده اعمل لك فحص او اشوف الوضع وصل ايه. حصل هيلينج بدا يحصل الساينز اوف هيلينج خلاص مفيش مشكله. ما حصلش هيلينج خالص وبالعكس عماله تزيد تقول له ايه لا الموضوع خطر، لو روح للدكتور الفلاني روح للكذا روح لمستشفى الجامعه اكشف العياده ماشي. ممكن يكون كرينال نيرف بوليسي يعني يحصل النيرف يتضرب، طبعا مشهوره ان انا عندي كرينال نيرف معديه هنا في منطقه الهيد اند نيك كانسر زي الاوبتيك نيرف، وعندي النيرفات الاوكلوموتور نيرفز كلها النيرفات اللي بتتحكم في الاي موفمنت كلها، فلو المريض عنده كانسر وضرب نيرف من دول هلاقي ديفكت في دي، لو ضرب مثلا اوبن موتور نيرف هلاقي عنده سكوينت معين، هلاقي عنده مشكله في الاكوموديشن اوف لايت،
تمام. ضرب عنده نيرف زي الجلوسوفرينجال نيرف اللي هي المانيفستيشن بتاع الجلوسوفرينجال بولسي. ضرب الفيشن نيرف زي الباروتيد. ضرب الفيشن نيرف الاقي عنده المانيفستيشن بتاعت الفيشن نيرف بولسي. ويبقى دي البرزنتيشن. المريض جاي لك اللي عنده بقه اتعوج على يمه والريق بينزل مش عارف ايه وما كذا، فانت تبداي تدوري على سبب ايه. فيبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تحطها في ذهنك اللي هو عنده باروتيد تيومر، باروتيد تيومر عامله انفلتريشن او عامله كومبريشن على الفيشن نيرف. يبقى ده البرزنتيشن، ما عندوش حاجه ثانيه، يعني المريض ما عندوش اي حاجه خالص بيشتكي منها غير الفيشن نيرف بولسي. فانت بتنفستجيت فتلاقي في الاخر عنده باروتيد جلاندو تيومر او عنده ميزوفرينجال كارسينوما منفرده البارافيرنكس. ممكن يحصل ديس ارثيا، مشكله في الارتكوليشن بتاع الكلام بسبب مثلا كانسر في الاورال كافيتي، فما بيعرفش يضم شفايفه على بعض، فبيبقى في حروف منهم عنده بتبوظ صح؟ عنده مشكله في الاورال كافيتي او في النيزل كافيتي. كل العمليه فين اللي الصوت عمليه تكوينه كتكوين الحروف بتعتمد على كل منطقه الاورال كافيتي والفارنكس واللارنكس. هو اللارنكس العمود الهواء ده بيعمل الفايبريشن بتاع الفوكال كورد، هو اللي بيعمل فايبريشن الاول هزه. الهزه دي بقى تحديدها وتحولها لصوت بتعتمد على الايه؟ بقيه الاورجنز كلها، التيس وكل حاجه. فلو اي حاجه من دول حصلت فادي فيك تحصل ايه؟ ديس ارثر. البريزيستنت هورنس يحصل عنده خشونه في صوته، تلاقي صوته عامل زي صوت الحصان كده زي تمام. فالبريزيستنت هورنس ده زي الرينجر كانسر، واحد عنده رينجر كانسر مشكله في الكانسر موجود في الفوكال كورد او عامل مشكله في الفوكال كورد فيجي له بريزيستنت هورنس. عنده نيزل كانسر، فنيزل كانسر يعمل اوبستراكشن، يعمل سده في النوز مش قادر ياخد نفسه، زي اللي بيبقى عنده جوب انفيه كده بيبقى عنده نيزل اوبستراكشن، او عنده دور برد بيجي دور برد مع الايه يجي نيزل اوبستراكشن. ممكن يحصل بليدنج، نزل بليدنج برضه في النزل فارينجيو كارسينوما تعمل انفكتيشن للنوز، او المريض عنده بره نزل ساينس او نزل كانسر. الهيرنج لوس لها اسباب كثيره، يا انفكتيشن حصل في الاستيكن تيوب قفلها، او الماس نفسها قفل الاوفيس بتاع الاستيكن تيوب فالاريشن بتاع الميدل اير وقف، فده نفسه يحصل الاستيكن تيوب ديس فانكشن فيؤدي الى هيرنج لوس كوندكتيف هيرنج لوس. او يحصل اوتيتس ميديان، الميه تتراكم في داخل بسبب السيلز بتاعت الميدل اير بتسكريت فلويدز، فالفلويد دي المفروض بيصرف من الستيكن تيوب ما صرفش، يحصل اوتيتس ميديا فيجي له كوندكتيف هيرنج لوس، يقول لك ما عدتش سامع كويس. ودي بقى دي المانيفستيشن الوحيده اللي جايه بيها المريض. المريض جاي يشتكي بهيرنج لوس مش سامع كويس. طبعا بريزيستنت، مش هو جاله دور برد ولا حاجه والستيكن تيوب بتاعته حصل، او راح سافر ولا حاجه فحصل الستيكن تيوب ديس فانكشن. لا، المريض بيقول لك عندي هيرنج لوس مش راضي يتحسن ما بيروحش. فبتيجي تعمل لهم انفستيجيشن، الدكتور بتاعنا في اذن وحنجره يلاقي ديسفكشن، فيجي يدور على سبب الديسفكشن يلاقي تيومر في النيزوفرنكس. حاجات كتيره شفناها كده. يبقى القصه كلها بدات معاه بايه؟ بهيرنج لوس. هوب نلاقي ايه؟ عنده نيزوفرنجا كارسون. بريزنت ساينسايتس، ممكن المريض يبريزنت بريزنت ساينسايتس بطرق كتيره، من ضمنها ايه؟ الكانسر ده موجود في النيزوفرنكس او موجود في منطقه النوز، كل البره نزل ساينس مرتبطه بالنوز، بتفضي في النوز السكريشنز بتاعتها. حصل اوبليتريشن او اوبستراكشن للميتس او الاورفيس بتاعت الايه البارنيزال ساينس، ساعتها يحصل اكيموليشن للفلويد، اي فلويد بيستجنيت في مكان والمكان ده مغلق يحصل فيه ايه؟ سوبر امبوزد انفكشن. جسمنا مليان بكتيريا، البكتيريا بتنتهز الفرصه، هي متعايشه معانا طول ما الجهاز المناعي والمكان ده والدنيا ماشيه كويس. جاست اللي اتقفل عليها في مكان وهيئت لها الظروف اللي تقدر تنمو اللي هي الانروب. لذلك دايما السينوسايتس بتبقى انروبيك سينوسايتس. فهي اتقفل والسكريشنز موجوده، الانروب تشتغل تقاسط وعامله بريزيستنت ساينوسايتس. يبقى المريض جاي لك بمانيفستيشن اوف ايه؟ ساينوسايتس. تنفستيجيت تلاقي عنده ماكزيري كانسر، تلاقي عنده نيزوفرينجال كانسر، نيزل كانسر. تمام؟ تونسيلر انرجمنت جاي كانه زي طفل جاي بايه؟ بلوز. عنده لوز متضخمه، خد مضاد حيوي، حد ابن حلال قال له خد مضاد الحيوي والهايبيوتيك ولا مش عارف ايه الهومنتين. خد شهر واثنين وثلاثة بقاله شهرين ياخد اوجمنتين والتونسل مش قادرة تروح والتونسل متضخمة عنده. عملنا ليه الانفستيجيه؟ عملنا له شفناه لقينا التونسل، خدنا بيوكسي لقينا فيها كانسر، تونسلر كارسينوما، واحدة من ضمن الاوروفارينجال كارسينوما. طب التو فوكال كورد قفلوا على بعض مش قادر ياخد نفسه بسبب اوستراكشن في الابر اير واي. اوستراكشن في الابر اير واي بنسميه ايه؟ سترايدر. تمام؟ التو فوكال كورد لو قفلوا الانسان يموت. تمام؟ منطقة الفوكال كورد دي خطيرة جدا. بعد كده الفويس كاركتر تشينج. مريض عنده نيزوفرينجال كارسينوما، عايز تقول حاجة؟ هو بالنسبة للتونسلر حسب الكانسر ممكن تكون له لطرة، هو عنده تونسلر كانسر، تونسلر كانسر دي من ضمن النيوتراليزد ديزيز.
في امراض بتبقى ميد لاين، يعني ممكن التايم بلانس تيجي على وان سايد، تمام؟ ممكن وارد يجي في الميد لاين، التونسل بتيجي على وان سايد، ممكن يبقى باي لاترال، لان انا لسه قايل لك فيلد كانسرايزيشن ثيوري، اللي يجي له تونسل في كانسر ويجي بعد شويه في التونسل الثاني، وارد. الفويس تشينج كاركتر فويس دكتور معلش كومبليكيشنز ولا لازم انلارجمنت مثلا؟ لا، ما ممكن انلارجمنت بيبقى دي الكومبلين بتاع المريض، خلي بالك فرق ما بين الكومبلين والسايد. اروح انا افحص الاقي السر في التونسل، الاقيها متضخمه والاقي فيها السر على الوول، هو مش هيشوف الالسر طبعا. المريض بيحس بمانفستيشن، هو حاسس اللي هنا فيه تضخم في منطقه التونسل في اللوز، يقول لك زوري مسدود، تمام؟ وفي نفس الوقت يحس ببين. انا بقى اقوم فاتح اول كافيتي وابص على التونسل الاقي التونسل بتاعته متضخمه طالعه لي كده زي ما بتحصل في التونسلايتس، بس الفرق اللي فيها مالينا في كريتيريا عليها السر والالسر مالينا، تمام؟ ايه؟ سترايدور؟ سترايدور معناها التو فوكال كورد قفلوا، لما يقفلوا على بعض يختنق، تمام؟ مين؟ مع الاسترايدر مش شرط يبقى بيرمنت، وارد بس اللي هو بسبب اللي يحصل سبازم في التوفوكال كورد فيقفلوا لحظه يختنق ويفك، وموارد يجي في وارد يجي في الحوادث بكده، جاي المريض في حاله اختناق ساعتها بنضطر نتدخل ونعمل له انتيوبيشن، فهو بيعمل له انتيوبيشن ولقى الاسترايدر بينفستجيت بقى ايه اللي خلى المريض دخل في استرايدر، يلاقي فيه كانسر في اللارنكس معايا؟ في ساعتها امرجنسي يعيش يموت، لو الاسترايدر استمر لحظات يموت، وارد يكون ترانزنت ترايدر حصل سبازم في التوفوكال كورد بسبب الماس عامله ديسفانكشن. المشكله مش في هو المشكله اصلا في المكان ده في البرين اللي بتاثر على النيرف، مش برين بس مش برين، الماس نفسها اللي موجوده ممكن تكون هي اللي قافله الباس واي بيديكيوليتد كده، لها بيديكيول بتنزل تقوم قافله، تدناها قافله تماما يخش في اختناق وشه يزرق كذا الحق ودوه على اللي هي الاستقبال، بنشوف الاستقبال اللي هي الليجن، تمام؟ وارد اللي هي تفك لوحدها لانها بيديكوليتد لها بيديكل بولت، فالبولت جه في فين؟ في المكان اللي مدخل الايه؟ فحصل له سترايد، ماشي؟ بعد كده الفويس كاركتر تشينج، في الفويس كاركتر تشينج زي النيزوفرينجال كارسينوما يقفل النوز فيبقى في اخنف، تلاقي صوته بيتكلم بس في صوت خنفان ويكون ده هو البرزنتيشن بتاعه. الديسفيجيا صعوبه في البلع، احنا عارفين البلع عمليه الديجلوتيشن 3 فيزز، اورال فيز وفرينجال فيز وسوفيجيال فيز، يعني معنى ذلك لو هو عنده اورال ليجن او فارينجال ليجن يجي له ايه؟ ديسفيجيا، تمام؟ ويكون دي البرزنتيشن. ريفيرد بين واحد عنده كانسر في اللارنكس، الكانسر في اللارنكس ده ضغط على الكرنت رينجال نيرف او انفلتيت الكرنت رينجال نيرف، بيجي يقول لك ايه؟ عندي وجع في ودني. طب ليه؟ لان النيرف ده بيشترك مع السنسوري سبلاي بتاع الايه؟ اللوبيول، فيجي يقول لك عندي وجع في ودني وده ريفيرد، تكتشف بعد كده اللي دي ريفيرد جاي منين؟ من لارنكس عشان الاندرو رينجر كارسينوما، تمام كده؟ يبقى ده كده الايه؟ الكلينيكال برزنتيشن. نخش بقى هاو تو انفستيجيت حاله هيد اند نيك كانسر. اول حاجه اندوسكوبي، نعمل منظار، منظار هيبقى اسمه بان اندوسكوبي، ممكن نعمل نيزوفرينجال اندوسكوبي، لارنجوسكوبي سواء دايركت او اندايركت، تمام؟ او نعمل حتى برونكوسكوبي، تمام؟ فانا ساعتها هشوف الكانسر قصادي، هشوف المالجننس قصاده، والحاجه المهمه جدا اخد منه ايه؟ بايوبسي، ده الباثولوجيكال كونفورميشن، دي من احد اساليب اخدان البايوبسي اللي انا اعملها عن طريق الاندوسكوبي ترانس اندوسكوبي، او ممكن اعمل بايوبسي بيريكوتينيوس، يعني بابره من بره عنده اللارجد ليمف نود هنا في النك، اقوم مدخل ابره واخد منها ايه؟ عينه بالابره، يبقى دي اسمها بيريكوتينيوس ايه؟ بايوبسي، يبقى البايوبسي منها نوعين. طب انا عايز اعمل ستيجنج للحاله، احدد مدى الورم بتاعه ده ابعاده ايه؟ راح واصل لحد فين؟ واصل ضاغط على نيرف ايه؟ عامل ايه؟ اعمل اي سي تي معاها ام ار اي او سي تي لوحده او ام ار اي لوحده، تمام؟ هيد اند نيك بحيث ساعتها هشوف الورم، هعرف حجمه، هعرف المتغلغل الاكستنشن بتاعه واصل لحد فين، وفي نفس الوقت هشوف الليمف نود بتاعتي، تمام؟ فهبقى عملت له ستيجنج، واقدر اعمل حاجه مهمه، اشوف الريسكتابيلتي، اعرف استئصاله ولا لا؟ استئصال لدور، تمام؟ طب انا وارد ان الورم ده ينتشر، الهيد اند نيك كانسر مش كومن قوي الانتشار فيها، بس ممكن تحصل، لو حصلت بتحصل ملي لللنج، فاعمل برين اكس راي شيست عشان اتاكد ان اكسكلود وجود اللنج ميتاستاتيك، دي مهمه، لان دايما احنا بنيجي نعالج المريض لازم نعرف هو ميتاستاتيك ولا نون ميتاستاتيك، الميتاستاتيك دايما بيبقى الام بتاعي سيستميك كيموثيرابي دايما، النون ميتاستاتيك بيبقى الام بتاعي دايما لوكال،
يا ريديو ثيرابي يا سيرجري يا بوس سيرجري وريديو ثيرابي. وارد ياخد كيمو ثيرابي واخد يعمل سيرجري وبعد كده ياخد ريديو ثيرابي، بس ايه المين لاين اوف تريتمنت؟ الميتاستاتيك المين لاين اوف تريتمنت اس كيمو ثيرابي. وارد اعمل جراحه وارد اعمل دي للاستثناء. العكس في اللوكال تريتمنت او النون ميتاستاتيك تريتمنت. في النون ميتاستاتيك تريتمنت التريتمنت اساسا بتاعه لوكال، اضيف معاه بقى سيستميك تريتمنت، ما اضيفش اقضي ادجوفنت، ما اديش دي قصه بقى لها عوامل. تمام. تابلين اكس راي احنا قلنا اللي ممكن من ضمن الايتيولوجي بتاعت ايبشتاين بار فيروس، هعمل حاجه اسمها ايبشتاين بار فيروس تيستنج، حاجه اسمها حسب الفيز اثناء الاكيوت فيز او كرونيك فيز. الاكيوت دايما اي انفكشن بيعدي بتو فيزز في انتاج الانتي بودي. الفيز الاولاني الاكيوت بينتج حاجه اسمها اي جي ام او اي جي اي اللي هي سكريتوري اي جي الاميونوجلوبولين، او بعد كده في الكرونيك فيز تمام ينتج اي جي جي. الاي جي اي اللي بننتجه الاول حاجه اسمها انتي في سي اي فيرال كابسيد، انتي فيرال كابسيد تمام. والانتي الانتي اي جي جي ده او الاي جي جي انتي بودي، ادور على الاي جي جي اجينست ايرلي انتيجين، انتي ايرلي انتيجين. يبقى دول تو انتيجين اللي بيدلول ان المريض عنده ايبشتاين بار فيروس. الفيروس عموما صعب ان انت بتدور تلاقيها نفسها، احنا دايما بنعتمد على الديتكشن بتاع الفيروس على الاميونيتي، نشوف الانتي بوديز اللي ضد الفيروس ديت موجوده وموجوده من انهي نوع، ساعتها بحدد ده لسه انفكتد دلوقتي ريسنت ولا عنده هيستوري اوف انفكشن. مش شرط يكون عنده الانفكشن دلوقتي، مش شرط يكون عنده الفيروس، بس جاله في وقت من الاوقات ايبشتاين بار فيروس. تمام. انا قلنا في هيومن بابيلوما فيروس اعمل هيومن بابيلوما فيروس تيستنج بالذات في الاورفرنجال كارسينوما، لانه هيفرق في الاستيجنج. بنقسم حالات الاورفرنجال كارسينوما لبوزيتيف 4 هيومن بابيلوما فيروس، بوزيتيف 16 بي 16 ونيجاتيف بي 16 ماشي. بندور على مولكيول معين اسمه بي 16 في الهيومن بابيلوما فيروس، فيطلع بوزيتيف 4 بي 16 ونيجاتيف 4 بي 16، دي بيفرق في الاستيج بتاعها بالذات الان ستيج. اعمل اف دي جي بت. طب ليه اعمل بت في حالات الهيدن كانسر؟ مريض جاي لي بليمف نود، عملت له اندوسكوب وعملت له سي تي وبهدلت نفسي عشان اعرف فين الاساس المالجنسي. البيوبسي بتاعته ده تكون مصير كارسينوما في الليمف نود. طب جايه منين؟ دوخت تدوين مش لاقي. ممكن اعمل بت الاقي ليه؟ يطلع لي الحته الاكتف اللي الاقيها اللي واخده جلوكوز اكتر، يبقى ساعتها دي اللي هي الموست كومن ايه سايت اوف مالجنسي، ساعتها اعمل بيوبسي منها على الحته دي، احددها للراجل اللي بياخد بيبسي اقول له خد لي من دي بالذات لان دي فيها اكتيفيتي عاليه. وبرده اقدر اعمل ديستنت ميتاسس، اتاكد من وجود الديستنت ميتاسس عن طريق الاف دي جي بت. تمام. قولي بس معاك ايه الفرق ما بين اتش بي في هو اللي بيروح يبقى فيروس لكن الثاني يبقى هيومن بيلوما فيروس. ده فيروس واحد دي ان ايه واحد ار ان اي فيروس. لا دي فيروس تو فيروس، وده مور كومن مع النيزوفارينجال كارسر اللي هو الايبشتاين فيروس، والثاني هيومن بابيلوما فيروس مور كومن مع الاوروفارينجال كارسر. يبقى ده مور كومن مع ده وده مور كومن مع ده. ده نوع من انواع الايميجنج بيعتمد فكرته بسيطه جدا. احنا عندنا حاجه اسمها وينبرج ثيوري بتقول ايه؟ بتقول ان المالجن سيلز بتعتمد في الميتابوليزم بتاعها الاساس في الجلوكوز. فانا بنجيب جلوكوز ونحط عليه ماده مشعه. الماده المشعه دي بتبقى اسمها بوزيترون ايميتر، فلورو دي اوكسي جلوكوز، فلورو دي اوكسي جلوكوز فلورين. بس الفلورو دي اوكسي جلوكوز ده الفلورين ده بيطلع بيتا، بيتا راديشن دي لما بتطلع اللي بتطلع بوزيترون. البوزيترون ده ما بيطلع ما بيصطدم بالالكترونز الموجوده جوه الجسم، بيقوم الاثنين يحصل لهم حاجه اسمها انهيليشن بمحلال، يطلع بدلهم اثنين جاما ريز، بنقوم عاملين ديتكشن للجاما ريز دي. فيبقى ساعتها الجاما ريز بتحصل اكتر في مين؟ في المكان اللي فيه فلورو دي اوكسي جلوكوز اكتر، اللي هو مين؟ يبقى الجسم كله بياخد فلورو دوكسي جلوكوز، بس من انشط ومن اكتر نسبه وتناسب الماليجنسي لانها بتعتمد على جلوكوز اكتر. تمام. عشان بتعتمد على حاجه اسمها انروبيك ايه جلايكولايسيس، ما بتعملش كيبس سايكل، ما بتطلعش 38 اي تي بي، بتطلع 2 اي تي بي بس بتوع البيروفيت. فلو هي عايزه 10 اي تي بي يبقى محتاجه تكسر كام مولكيول جلوكوز؟ 10. في حين السيلز الثانيه لو محتاجه 10 اي تي بي يكفيها بس تكسر مولكيول جلوكوز واحد وتدخله كريبس سايكل، طلعت ثلاث اضعاف الانرجي ريكويرمنت اللي هي محتاجاه. فده بيخلي المالجن سيلز دايما ايه في احتياج لكميه ضخمه جدا من الجلوكوز عشان تقدر تساتسفاي الانرجي ريكويرمنت بتاعتها. تمام. نخش بقى على النيزوفارينجال كارسينوما الاستيجنج. احنا هنقول في الاستيج دايما بنستعمل تي ان ام اي جي سي سي ستيجنج. هو بيقول تي فور تيومر، ان فور ليمف نود، والام فور ميتاسيس. وبعد كده يجمع التهاب مع الانات مع الامات بتبادله وتوفيق كده معينه، بحيث في الاخر يقوم مقسم الكانسر لفور ستيج، ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3 وستيج 4. اول حاجه هنقسمهم لتو جروب، النيزوفارينجال لوحده والنون نيزوفارينجال عشان في اختلاف في حتت معينه في الاستيج.
النيزوفرينجال كارسينوما التي ستيج بتاعي تي 1 تيومر، معناها الديزيز بتاعي موجود في النيزوفرينكس بس او وصل للنيزل كافيتي وبيعرض نيزل ساينس، يبقى ده بنقول عليه تي 1 تيوم. طب عمل لاترال اكستنشن ووصل للمنطقه اللي حواليها اللي اسمها بارافرينكس اسمه تي 2 تيومر. طب وصل للبيزل ذا سكال يبقى اسمه تي 3 تيومر. طب وصل للانتركرينيوم دخل داخل المخ يبقى اسمه تي 4 تيومر. يبقى دي التي الاولانيه بتاعت الايه النيزوفرينجال كارسينوما. طب الان بقى الان عندي ان 1 وان 2 وان 3 اي وبي. لان 1 لو السايز بتاع الليمف نود، الليمف نود موجوده على نفس المكان على نفس السايت اللي فيه النيزوفرينجال كارسينوما اللي هو اليمادي اليم الرايت، يبقى المريض ده عنده رايت نيزوفرينجال ليجن كانسر، او عنده ليمف نود في نفس السايت بس السايز بتاعها اب تو 6 سنتيمتر، يبقى ده اسمه ان ايه 1. تمام. طب لو كان عنده ليمف نود سواء كونترا لاترال خالص تماما او موجود باي لاترال، يعني يا كونترا لاترال يا باي لاترال بس بشرط يكون اقل من كام؟ من 6 سم، يبقى ده اسمه ان 2 ديزيز. ان 3 ديزيز منها حاجتين، يا اي ليمف نود من دول سواء اكس لاترال او كونترا لاترال او باي لاترال بس اكتر من 6 سم يبقى دي اسمها ان 3 اي، او ليمف نود موجوده في منطقه السوبرا كلاف تحت هنا حتى لو سنجل ليمف نود ومهما كان حجمها يبقى إيه اسمها ان ايه 3 بي. يبقى ان 1 ان 2 ان 3 اي وان 3 بي، ان 1 ان 2 ان 3 اي ان 3 بي، في الناحيه اللي فيها الكانسر ابسي لاترال. دايما بنقول كلمه ابسي دي ما يبقى الحاجه في نفس في نفس الجهه. ابسي لاترال ليمف نود اللارجمنت ليس ذان 6 سنتيمتر اب تو 6 سنتيمتر، ما تزيدش ولا ملي فوق 6 ملي 6 سنتيمتر اخرها 6 سنتيمتر، يبقى دي ان 1. طب لو كانت واحد في ليمف نود على الكونترا لاترال سايت يبقى ان ايه 2، او كانوا باي لاترال يبقى ان بس بشرط يكونوا ايه اب تو 6 سنتيمتر. طب زادوا عن 6 سم سواء كانت يونيلاترال واحده منهم مش شرط كلهم يبقوا ازيد من 6، لو كانوا كذا ليمف نود 10 ليمف نود بس واحده فيهم فوق ال 6 يبقى كده بقت ان ايه 3 اي. طب لو بقت سوبرا كلافيكول ليمف نود مهما كان حجمها سواء ابسلاترال او كونترالاترال يبقى بينها ان 3 اي بيلاقي على درجه في ان. نخش بقى على الايه؟ على النون نيزوفرينجال كانسر. يبقى احنا قلنا نيزوفرينجال لوحده والنون نيزوفرينجال. النون نيزوفرينجال هيبقى فيه اختلاف في الكلاسيفيكيشن بتاعتها. اول حاجه هيظهر السايز في اتهام تي 1 اب تو 2 سنتيمتر، الليجن لما اجيب الدايمتر بتاعه اللارجست دايمتر واقيسه لو اب مش الدبس، احنا هنا بنعتمد على السيرفيس اقيس الليجن، انا عندي السر اقيس، عندي ماس فانجيتنج ماس او عندي ماس موجوده في الاورال كافيتي اقيس، قست الماس دي طلعت اب تو 2 سنتيمتر يبقى تي 1. طب كانت اكتر من 2 سنتي جاست اكبر من 2 سنتي ب 1 مللي اب تو طلعت ل 4 سم يبقى ان يبقى تي 2. طب اكتر من 4 سم يبقى بقينا تي 3، والتي 3 دي نفسها بنقول عليها مايلد لوكال ادفانسد ديزيز، مايلد لوكال ادفانسد ديزيز. فبالتالي تي 4 اي بنقول عليها مودريت لوكال ادفانسد ديزيز، هتلاقي مكتوبه كده في الكتاب تي 4 اي مودريت لوكال ادفانسد ديزيز. تي 4 بي بنقول عليها اللي هي الايه فيري ادفانسد لوكال ديزيز، فيري ادفانسد لوكال ديزيز. التي 4 اي معناها الانفيلتريشن راح للاستراكشر بس ينفع اعمله ريسكشن، يعني مثلا زي حاله الايه التانج ديت، دي تانج كانسر في البوستيرور 1 ثيرد وصل للابوبلوتس، البوبلوتس ده ممكن اشيله يبقى تي اي 4 اي. طب لو وصل الليجن بتاعي وصل مثلا للسكال بيز يبقى تي 4 بي دي انريسكشن، ما حدش بيشيل السكال بيز، مستحيل حد يقدر يعمل استئصال للسكال بيز. طب ايه بقى الان ستيج؟ هيفترق تماما عن الان الثاني، الان الثاني كنا بنقول ان 1 ان 2 تمام وان 3 اي وبي، هنا بقى هيبقى عندي ان 1 وبعدين ان 2 هي اللي ثلاث حاجات اي وبي وسي وبعدين ان 3. لان 1 السايز بتاع الليمف نود يكون اب تو 3 سنتيمتر ابسلاترال، 1 ليمف نود ابسلاترال واقل من 3 سنتيمتر. طب لو عندي 1 ليمف نود وال 1 ليمف نود دول برضه بس السايز بتاعها بيتراوح من بين 3 ل 6 سم يبقى اسمها ان 2 اي. طب لو عندي 2 ليمف نود يتراوح حجمهم من اقل من 3 او من 3 ل 6 يعني عموما اقل من 6 سم يبقى اسمها تي ان 2 بي. تمام. طب لو عندي كونترالاترال ليمف نود بس يكون لازما كلهم اقل من 6 سم يبقى اسمها ان 2 سي. تمام. اخر حاجه خالص لو عندي ليمف نود اكتر من 6 سم مهما بقى كانت يونيلاترال يعني ابسلاترال كونترالاترال بايلاترال، اهم حاجه في 1 ليمف نود اكتر من 6 سم يتنقل مباشره لان 3. يعني لو كان عندي سنجل ليمف نود على نفس السايت واقل من 3 سم يبقى ان 1. تخيل بقى لو نفس الليمف نود دي انلارجد
ساعه ما انا كنت بعمل الاستيجنج للحاله انيشال استيجنج لقيت اكتر من 16 يبقى بقيت ام 3. الام سهله قوي، يا مفيش ديستنتميتازس يبقى ام 0، يا في ديستنتميتازس يبقى ام ايه 1. على قد ما تقدر. طب ايه التريتمنت بتاعي؟ نعالج ازاي حالات الهيد اند نيك كانسر؟ هنعالجها على حسب الايه؟ النوع اللي هي نيزوفارينجيال الاول او نون نيزوفارينجيال والميتاستاتيك. يبقى هنقسمهم الاول نيزوفارينجيال ونون نيزوفارينجيال وميتاستاتيك. الميتاستاتيك سواء نيزوفارينجيال او نون نيزوفارينجيال. تمام؟ أول حاجة النيزوفارينجال كانسر، هيبقى عندي النيزوفارينجال كانسر منها نوعين، يا ايرلي يا لوكال ادفانسد. إيه الفرق؟ الاثنين هياخدوا ديفينيتيف ريديو ثيرابي. الايرلي هياخد ريديو ثيرابي بس. اللوكال ادفانسد هياخد ريديو ثيرابي معاه كيمو ثيرابي. وبعد يعني بس ساعتها حاجة اسمها كونكرنت كيمو ثيرابي، اللي أنا اديت الكيماوي والإشعاعي في نفس الوقت. لما أدي كيماوي وإشعاعي مع بعض عموما في تريتمنت بنقول كومبايند كيمو راديشن. بعد كده حسب التايم. لو اديت الكيمو ثيرابي قبل الاشعاعي هنقول عليه اندكشن كيمو ثيرابي. تمام؟ اديته بعد الاشعاعي هيبقى بوست ريديو ثيرابي ادجوفنت ريديو ادجوفنت كيمو ثيرابي. طب اديته مع الاشعاعي بس كونكرنت. الاثنين دول بنعملهم كومبايند كيمو راديشن. يعني المريض بتاع النيزوفارينجال ده بيتعالج بكومبايند كيمو راديشن. اشعاعي مع كيماوي. اديته بقى متزامن يبقى ده بنقول عليه الجزء اللي اتاخد ده في اثناء الجلسات الريديو ثيرابي ده بنقول عليه كونكرنت كيمو ثيرابي. طب المريض كمل بعد الريديو ثيرابي كيمو ثيرابي يبقى ده اسمه ادجوفنت ايه؟ كيمو ثيرابي. النيزوفارينجا كارسينوما من ضمن الحاجات اللي فيها النيك اللي فيها استثناء عشان كده محصوله اللي فيها ادجوفنت كيمو ثيرابي. يبقى انا بدي ريديو ثيرابي ديفنت في ريديو ثيرابي بدي معاكم كونكرنت كيمو ثيرابي اللي هو السيس بلاتين بديه كل 21 يوم غالبا بدي 3 سايكل مع ريديو ثيرابي. الدوز بتاعت ريديو ثيرابي بتبقى من 60 ل 70 جراي. تمام؟ وبعد ما المريض ما يخلص يقوم واخد 3 سايكل كيمو ثيرابي ادجوفنت كيمو ثيرابي بيتكون من 5 فلوراسيل مع سيس بلاتين. حلو الكلام؟ يبقى احنا في النيزوفارينجال الريديو ثيرابي هو المين تريتمنت بتاعي، صح؟ سواء ايرلي هتاخده لوحده. طب لوكال ادفانس تاخده كومبايند مع الكيمو ثيرابي، والكيمو ثيرابي هيتقسم لبارتين، بارت هيتاخد مع الريديو ثيرابي يبقى اسمه كونكرنت ريديو ثيرابي، وبارت هيتاخد بعد الكيمو ثيرابي اسمه ايه؟ ادجوفنت كيمو ثيرابي. لان احنا دايما بنقول الكيمو ثيرابي بنربطه بالمين تريتمنت، لو هنديه قبل المين تريتمنت نقول عليه اندكشن اون يو ادجوفنت. هنديه مع المين تريتمنت بريديو ثيرابي طبعا مش مع السيرجري، ما ينفعش تعمل كيمو في نفس التايم بتاع السيرجري مستحيل. هتديه مع الريديو ثيرابي هيبقى كونكرنت. طب هتديه بعد المين ستي تريتمنت هيبقى اسمه ادجوفنت سواء بوست اوبراتيف او بوست ايه؟ ريديو ثيرابي. طب النون نيزوفارينجال نعالجها ازاي؟ نفس الحكايه نفس الرول هيبقى في عندي ايرلي وعندي حاجه اسمها لوكال ادفانسد اند اور ريسكتبل. يعني انا لو عندي ديزيز ايرلي او ايفن لوكال ادفانسد بس ريسكتبل يعني الجراحه هي هتبقى المين ستي تريتمنت لو ممكنه. تمام؟ يعني المريض فيت فور سيرجري لان انا ساعات بيحكمني في السيرجري حاجتين، يا يكون الورم نفسه صعب يتم استئصاله لانه انفلتريت اورجن مش هينفع يتشال فيبقى اسمه ريسكتبل، او الديزيز ريسكتبل ينفع يستؤصل بس المريض نفسه انفيت مش هينفع خدره، عنده كارديك ديزيز اولد ايج او مش هيستحمل الانستيزيا، هي عنده باتيك ديزيز، عنده رينال ديزيز، فيبقى ساعتها مش عارف اعمل له جراحه. يبقى عدم عمال الجراحه هنا مش مرتبط بالديزيز نفسه اللي هو المالجنسي، ده مرتبط بايه؟ كوموربيلتي عند المريض. فانا لو كان عندي ايرلي ديزيز والمريض اوبرابل اند ريسكتبل هعمله راديكال سيرجري. هنفترض مثلا الكانسر اللي عنده في اللارنكس يبقى هنشيل اللارنكس راديكال لارنجكتومي. جميل؟ مع نيك نود ديسكشن. اشيل لينف نود لان الكانسرز بتاعت ده نيك معظمهم تقريبا كلهم بلا استثناء الريت بتاعهم للانفلتريشن بتاع اللينف نود عالي جدا. تمام؟ بعد ما نخلص الموضوع ده هنحكم بقى نقول افرض المريض عنده كاركتر هاي ريسك محتاج ادجوفنت ريديو ثيرابي. يعني عنده هاي جريد تيومر عنده التيومر بتاعته تي 4 تيومر او تي 3 تيومر يبقى محتاج ريديو ثيرابي. ادي له حاجه اسمها ادجوفنت ريديو ثيرابي زي ما قلنا الكيمو لو اتاخد بعد المينستي تريتمنت يبقى اسمه ادجوفنت. نفس الحكايه هدي ريديو ثيرابي بعد المينستي تريتمنت اللي هو السيرجري يبقى اسمه ادجوفنت ايه؟ ريديو ثيرابي. طب ممكن المريض يحتاج كمان كيماوي يعني ياخد ادجوفنت كيمو راديشن يعني ياخد الكيماوي مع الاشعاعي مع بعض كومبايند اسمه ادجوفنت كيمو ايه؟ راديشن. زي عنده اكسترا كابسولار ليمف نود سبريد او عنده بوزيتيف مارجن
شال اللينكس بس في الحواف بتاعه السبيسمن اللي اتشالت كانت بوزيتيف، يعني الكانسر ممكن يكون موجود ستيل موجود. فايه الحل؟ اديله اشعاعي معاه كمان متزامن ماشي عشان اعمل اديكيشن للميكروسكوب الجزيز اللي ستيل موجود. تمام. طب نفترض ان المريض رافض يعمل جراحه، بقول له هشيل لك اللينكس، فبقول لك انا مش هقدر استغنى عن صوتي، انا ما اقدرش اعيش من غير ما اتكلم واعرف اتواصل مع الناس. شايف اللي هيحصل له ديسفيجرمنت، عنده اورال كانسر، هتشيل كانسر، هتشيل له حته من اللب، هيقول لك هتعمل لي ديسفيجرمنت، لا انا مش عايز اعمل كده. يبقى ايه الحل البديل؟ ديفينيتيف ريديو ثيرابي، تدي له ايه؟ اشعاعي. جميل الكلام. طبعا احنا بنتكلم على الايرلي ديزيز اللي ياخد اشعاعي بس، طبعا لو كان لوكال ادفانسد ياخد ديفينيتيف كيمو راديشن برضه. طب لو كان الديزيز بتاعي لوكال ادفانسد وانريسكتابل، او كان ايرلي وانريسكتابل، وارد اللي يكون في ديزيز ايرلي وانريسكتابل، تمام؟ هيبقى ايه الحل؟ الحل عندي هيبقى بدايه المين ستي تريتمنت بتاعي هيبقى العلاج الاشعاعي معاه او معهوش كيماوي، برضه على نفس فكره الايه الاستيج بتاعي، معاه او معهوش كيماوي على حسب صحه المريض اللي هي الكونديشن بتاعه المريض. المريض لو فت لازم ياخد كيماوي في لوكال ادفانسد او ريسكتابل ديزيز، هياخد الكيماوي بتاعي مع الاشعاعي، يبقى اسمه ديفينيتيف كونكرنت كيمو راديشن. يبقى هياخد اشعاعي، ده اللي اسمه لاين اوف تريتمنت، العلاج الاشعاعي. هياخد معاه كيماوي في نفس الوقت، يبقى اسمه كونكرنت كيمو ثيرابي. طب انا ممكن استبدل الكونكرنت كيمو ثيرابي سيسبلاتين بحاجه ثانيه، حاجه بيولوجيكال بتشتغل الابيديرمال جروث فاكتور اسمها سيتوكسيماب، جسم مضاد. ممكن اشيل السيسبلاتين، ما اديش للمريض سيسبلاتين وادي له بداله الايه؟ سيتوكسيماب. يبقى ساعتها خد علاج اشعاعي ديفينيتيف ريديو ثيرابي مع كونكرنت بيولوجيكال ايه؟ تريتمنت. جميل. طب المريض ممكن يكون العلاج ده السايز اللي هعالجه ده كبير قوي، كبير، هيعمل توكسيستي كبيره. يبقى الحل عشان الاشعاع بيعمل توكسيستي لوكال توكسيستي ده كبير، الحل لو مديله حاجه اسمها اندكشن كيمو ثيرابي. مش احنا قلنا اي حاجه تتاخد قبل المينل ستيل لاين يبقى اسمها نيو ادجوفنت او ايه؟ او ايه اندكشن، يبقى اسمها اندكشن كيمو ثيرابي. بروتوكول اسمه تي بي اف تاكسوتير بي 4 بلاتينول والاف 4 فلوراسيل، يبقى تي 4 تاكسوتير والبي 4 بلاتينول والاف 4 5 راسيل. ممكن ادله 3 سايكلز، اقلل حجم الورم شويه، فما يقل حجم الورم يبقى حجم الحقل الاشعاعي يقل، في ساعتها التوكسيستي بتاعته ايه؟ تقل. ودي بقى الاشعاعي والكيماوي ايه؟ متزامنين. لاحظت هنا مفيش ايه؟ ادجوفنت كيمو ثيرابي. يبقى هنا الكيمو ثيرابي لو هديه اتنقل بقى بدل ما كان في النيزوفانكس بعد العلاج بدي كمان ادجوفنت، اتنقل بقى قبل الايه؟ العلاج بقى اندكشن كيمو ايه؟ ثيرابي. التريتمنت بتاع الميتاستاتيك، ازاي نعالج حاله ميتاستاتيك؟ المينستري ستي اوف تريتمنت هنا زي العاده هو الكيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي اللي هديه سواء دي سنجل او كومباينيشن، يعني هدي نوع واحد او انواع مع بعضها. الانواع اللي ممكن اديها كسنجل زي الميزوتريكسيت، الفايف فلوراسيل، السيس بلاتين، الكاربوبلاتين، والباكليتاكسل، والدوسيتاكسل. كومباينيشن بقى حط مثلا السيس بلاتين مع الفايف فلوراسيل، حط الباكليتاكسل او الدوسيتاكسل مع السيس بلاتين مع الفايف فلوراسيل زي التي بي اف اللي احنا قلناه هنا، سواء احط التاكسوتير مع البلاتينول مع الفايف فلوراسيل، او احط التاكسول مع اللي هو الباكليتاكسل مع البلاتينول مع الفلوراسيل، او احط الباكليتاكسل مع الـ مع الـ مع السيس بلاتين او كاربوبلاتين. تمام. في حاجه ثانيه سيستميك برده ممكن اديها هنا، البيولوجيكال تريتمنت. اعمل ايه؟ ادي سيتوكسيماب وادي معاه مثلا باكليتاكسل ومعاه كاربوبلاتين، يعني ادي كيماوي مع علاج ايه؟ بيولوجيكال. يبقى جسم مضاد ضد الابنسيليا جروث فاكتور اللي هو سيتوكسيماب ومعاه كيماوي كمان كومباينيشن. او الحاجه الجديده ادي حاجه اسمها اميونو ثيرابي، الشيك بوينت اميون شيك بوينت انهبيتور. الجهاز المناعي ليه ما بيهاجمش الميجنت سيلز؟ الميجنت سيلز خبيثه، قدرت تعمل حركه جميله جدا. حاجتين، اول حاجه خلت ريكوجنايزيشن بتاع النيو انتيجين بتاعتها الميجنت سيلز ما بتشوفهاش، والحاجه الثانيه ما بتروح الميجنت سيلز حتى لو اتعرفت وعرفت تعرف الانتيجين بتروح تهاجمها، تقوم هي قالها لا لا انا تبعك. احنا فاكره اللي بيقول لك ايه النكته بتاعت انت معانا ولا مع التانيين؟ فتقول لها احنا معاكم. فالميون سيستم ترجع وما ايه ما تهاجمش. فاحنا الحمد لله عالم محترم قدر يكتشف الحته دي، قدر يكتشف الكنترول اللي في موجود في الميون سيستم، يفك الطلسم بتاعته اللي فيه مفروض لايجند معين على هي بتكونه، واللايجند ده ليه ريسبتورز معينه وبيحصل انتراكشن ما بين الريسبتورز واللايجند. فانا حاجه من الاثنين، يقفل الريسبتور يقفل اللايجند، وعندي التو باس واي، يعني حاجتين، يعني لو عندي محطه ريكوجنايزيشن اخلي الكوجنايزيشن يتم او الاتاك. احنا هنا عندنا النيفلوماب والبيمبرلزوماب الاثنين بيشتغلوا انتي بي دي، انتي بي دي 1. البي دي 1 ده اللي هو اللايجند اللي موجود على الاميون سيلز،
يعني تي سيلز عليها ليجند اسمه بي دي 1. البي دي 1 ده بيحصل له انتراكشن على ريسبتور موجود على الميجن سيلز بتكونه اسمه بي دي لا العكس البي دي 1 هو ريسبتور واللايجند موجود على الميجن سيلز. الميجن سيلز بتكون لايجند اسمه بي دي ال يعني بروجرام ديس مولكيول لايجند. على التي سيلز في الايه المولكيول اسمه بي دي 1 فالبيمبلوزوماب والبيمبلوزوماب بيقفلوا الايه المولكيول ده لا بيقفلوا الريسبتور اللي موجود على الميجن سيلز يعني بيعملوا انهيبيشن للريسبتور على الميون سيلز فساعتها الميون سيلز اصبحت اكتف اتشالت من البريك اتشالت من الفرمله فساعتها تكتشف ان دي غريبه تقتل انتي بي دي 1 انتي بي دي 1 لا ما انا عشان كده قلت لك انا اسف اللي هو بي دي 1 بلوكر يعني بيشتغل على بي دي 1 اللي موجود على التي سيلز اللايجند هو اللي على الميون سيلز على الميجن سيلز لايجند السيلز بتكونه الماليجنت سيلز اسمه بي دي ال 1 البلايجند ده ليه ريسبتور ريسبتور موجود على الاميون سيلز النيفلوماب والبيمبلوزوماب بيشتغلوا فين على البي دي 1 اللي موجود على الاميون سيلز الريسبتور اللايجند موجود على الماليجنت سيلز ماشي عشان في نوع انواع ثانيه بقى بتبلوك اللايجند يبقى في انواع بتبلوك الريسبتور على الاميون سيل وفي انواع بتبلوك اللايجند احنا هنا الابروفد واللي خد اف دي ابروفال في تريتمنت بتاع الميتاستاتيك هيد اند نيك كانسر هو الايه النيفلوماب والبيمبلوزوماب اللي هو بيشتغلوا انتي بي دي 1 انتي بي دي 1 احنا ما بنقولش ريسبتور خلي بالك احنا بقول كلمه ريسبتور كشرح بس احنا بنقول الميكيول اسمه العلمي اللي بيقال في المحافل وبيتقال وبيتكتب في كتب بي دي 1 ما بنقولش ريسبتور المفهوم ضمني اللي هو ريسبتور لما بحب اقول اللايجند بقى بقوم حاطط ال بي دي ال خدت بالك اثناء الشرح حاجه واثناء الكتابه والعلم احنا اتفقنا خلاص اللغه اتعملت عشان احنا نبقى متفاهمين لو انا بقول لك ايه اتفضلي تعالي كلي زي ما كانوا عاملين لها حاجه كده انت فاهمه اللي هي عزومه مراكبيه فتقول لي شكرا فاهم قصدي فهي دي الفكره احنا بنستعمل اللغه طول ما انا فاهم انت انا قصدي خلاص فاحنا اتفقنا لما نقول بي دي 1 يبقى انا قصدي الايه ريسبتور مش محتاج اقول ريسبتور في اوضاح ثانيه بقى عشان ما يحصلش نفس بضطر اقول ريسبتور زي ما قلت بيسيليال جروث فاكتور ريسبتور ما قلتش بيسيليا بروس فاكتور لان لو سكيلت قلت بيسيليا بروس فاكتور يبقى انا قصدي كده الايه اللايجند فانا عشان اميزه لازم اضيف كلمه الايه الار هنا مش محتاج اضيف الثاني موجود كلمه ال اللي هي اللايجند صراحه موجوده في المقطع فيبقى ساعتها ماشي اشيل كلمه ال واقول بي دي 1 بس يبقى انا كده قصدي ريسبتور تمام كده